بسم الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جايبالك سوبر توفير، جايبالك سوبر لوكيستا. ده معجون أو خلطة صابون هتفكيها في البيت عندك وهتوفر معاكي جدا. الصابون الأطباق السائل، أسماء شركات كتير جدا هتلاقيها عند بتاع الصبانة في الهايبر. الكيس ده سوبر لوكيستا ده عامل 30 جنيه. زي ما انت شايفة كده بيجي معاه كيس خلطة، خلطة الصابون، وبيجي معاه البودر اللي هو بيديك اللون. البودر ده ممكن يكون أخضر أو أصفر على حسب ما تحبي وتختاري، وده طبعا بريحة الليمون. في طريقتين تقدري تعملي بيهم، يا اما تحطي نص كميه الميه اللي انت عايزه تفكي فيها الصابون على حسب راحتك. هو مكتوب عليه 8 لتر بس انا بفضل ان انا اقلل الكميه عشان يبقى الصابون بتاعي مركز، وفي نفس الوقت ما يبقاش ياخد عندي يعني جراكن كتير وحاجات، ما يبقى مركز وتخففيه بالميه بعد كده زي ما انت عايزه ساعه الاستخدام. زي ما انت شايفه فكيت الصابون هنا في الجردل وحطيت عليه الخلطه اللون، وتفضلي تقلبيه تحطيه في الجردل، وكل شويه بقى ايه تقلبي. اقل حاجه يقعد معاكي ساعتين، ما تستخدموش قبل ساعتين من التقليب. هقول لك على حاجه كويسه قوي انا بضيفها كمان للخلطه دي. اولا بتستخدم كماده حافظه وبتنعم الايدين، وبتخلي لك كمان الصابون ما يفضلش منه اثر في الاطباق لما تيجي تشطفيها وكده. قلبي قلبي كويس جدا، حطيه قدامك كده، وكل ما تيجي معديه روحي مقلبه. شايفه القوام بتاعه بقى تقل، هخليه لك اتقل واتقل كتير قوي. هقول لك هتضيفي ايه، هتضيفي كوبايه خل. لما يوصل معاكي للقوام ده ضيفي عليه كوبايه خل. الخل معقم يا جماعه وبينظف لك الاطباق وبيديها لمعه والكوبايات وبيشيل منها ريحه الزفاره. وبعد كده تضيفي عليه حوالي نص كوبايه زيها كمان ملح، لو عندك ملح رشيد اللي هو الخشن ده حلو، لو عندك ملح اكل اللي موجود عندك اعمليه. هيتقل معاكي الصابون جدا ويخلي قوامه سميك، وفي نفس الوقت هو ماده حافظه وسكراب للايدين بينعمها وحلو قوي. زي ما انت شايفه القوام معايا تقل قد ايه، الصابون كده موفر جدا. انا عملت دول حوالي 7 لتر. الجيركن اللي في ايدي ده جيركن فيبا لما كان بينزل عليه العرض اللي هم 600 جرام زياده، يعني ده 4 كيلو 600 جرام الجيركن ده ملا طبعا كله، واتبقى معايا جيركن كيلو وحوالي الدورق كده او الجردل متبقي فيه حوالي كيلو ونص، يعني 7 كيلو صابون. ما شاء الله بتستخدميه بقى في تحطي في ميه المسح، تمسحي بيه الحمامات، تغسلي بيه الاطباق، تغسلي بيه كل حاجه، موفر جدا. عارفين كلنا ان اسعار الفيبا عاليه قوي، فده حاجه كويسه جدا. يا رب تكون الفكره عجبتكم، عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامه.